انا اشتريت النهارده حاجات من درب سعاده في العتبه. إيه هتقولوا لي ايه درب سعاده وهي فين في العتبه؟ تمام، انا هسيبكم مع الفيديو الجاي ده وهرجع لكم تاني، استنوني. لو دخلت على فيديو يبقى بيهمك، يا رب تستفادي منه حتى لو معلومه واحده معاكي شرسبتي. طيب النهارده نزلت درب سعاده بوبشعريه العتبه كلهم واحد. بص هتروح ازاي؟ علشان انا تهت في الاول ما كنتش عارفه هوصل ازاي، بس عرفت الحمد لله. هتقولوا للتاكسي او الميكروباص او الاتوبيس او الجمل، اي حاجه انت هتركبوها. يعني انا عايزه انزل عند جامع البنات. تمام، بصوا جامع البنات اهو، وجنبيه بنك مصر بالظبط، دي العلامه. تمام، ده بنك مصر اهو. هتخش في الشارع بقى اللي هو جنب مصر بالظبط. تمام، الشارع ده لو انتوا مشيتوه هتلاقوا في اخره سد، يعني هتلاقوا في اخر الشارع كده محل في وشكم. تمام، ما في مش هينفع تكملي، عندك بقى حل من الحلين، لا تخش شمال لا تخش يمين. تمام، انا عن نفسي هخش يمين، انت عايز تخش شمال خش، هتلاقي برضو محلات. تبقى قولي لي بقى في التعليقات انت المحلات دي كانت عباره عن ايه. تمام، عشان انا هخش يمين وهوريكم الحاجات اللي هي ناحيه اليمين اهو. كل دي محلات اهي، انا جيت هنا اول مره امبارح كنتش عارفه الطريق، فنزلت النهارده تاني عشان اكمل بقيه الحاجه. شكرا. خلاص كلها هي محلات صيني وحاجات، انا رايحه اشتري بلاستيك فهشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا هنبدا الطريق اهو، شايفين؟ طيب الشارع بعد ما خلصت برضو اخره سد اهو، فاحنا هنخش كده اهو بتاع بلاستيك اهو، هنبدا بقى ماشيين ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. دي اسمها درب سعادة. تمام، العتبة. شوف انا محتاجة اشتري ايه اصلا. جبت الكرتونة لو سمحت، هو بكام؟ بكام المشكلة دي لو سمحت؟ كل دي حاجات اهي، انا بصور على فكره، محدش واخد باله ان انا بصور عشان تبقى الدنيا بالنسبه لي طبيعيه. ده بقى اسمه سنتر درب سعاده، في حاجات بلاستيك كتير قوي. بصوا هوريكوا حاجه، طبعا انت بتقعدي تلفي لحد ما تلاقي اللي انت عايزاه. هنرجع بقى تاني عشان نروح للراجل اللي انا اشتريت منه الحاجات عشان اكمله. ثانية واحدة، بكام دي لو سمحت؟ دي بكام؟ لو سمحت بكام دي؟ 25. 25 هاخد واحد، بس هاخد لونها ابيض. طب هدفع كمان وهرجع تاني. في حاجات حلوه هنا، انا خدت دي، خدت دي ب25. شوف بقى حاجات تانية كده شكلها حلو. هي بكام المشابك دي؟ الناس هنا مشكلتها بتود بعد سنة، بس يلا بقى نستحمل وخلاص. بكام المشابك دي؟ ده غالق أكياس. أيوة بكام يعني؟ طيب ما أنا عارفة إن غالق أكياس يا عم. خد واحدة برضو، فيها كام قطعة؟ أعتقد إن هما أربعة بس. أنا حاسة إن أنا هجيب مشابك أحسن. طيب هدفع فلوس وأرجع لكم تاني. كده انا اشتريت الستاند ده، هخش بقى اخش السلم ده اهو. تمام، في سنتر درب سعاده هتخش هتلاقوا السلم ده، هتطلعوه هيطلعكوا اصلا على شارع اهو. كل ده محلات رايحه جايه.
تقعدي بقى تتفرجي. شوفي عايزه بقى تشتري ايه. كل ده انا لفيته قبل كده، تعالي وشوفي. بكام المشابك دي؟ عن كام كانت المشابك دي سايز؟ بكام؟ 17.5. ماشي هاخد واحد. مش هي بالدستة؟ مش دي؟ كفاية كده، ده انا عايزة دي بس. ايوه ماشي اتفضل. خدت واحدة هدفع تمام. اتفضل. فاكرين هنشر بيها دي؟ مستحيل، انا وقعت هنزل وراها زي الصاروخ من البلكونة. انا هقفل بيها الاكياس. 2.5. شكلها حلو، الماتيريال بتاعتها نضيفة. من شكرا، تعبتكم معايا. السلام عليكم. طبعا هتسالوني، انا بسالكوش على الاسعار ليه؟ علشان انا متعوده اسال على الحاجه اللي انا هشتريها بس، تمام؟ عشان انا لو سالت على كل حاجه الراجل هيحدفني بالحاجه. تعالى كده، هي دي العلبة اللي انا عايزه اشتريها. حضرتك هنا بكام دي؟ ب20. تركي. والكبيرة بكام؟ 30. انت مفيش مقاس متوسط بين دي ودي؟ طيب هجيب 2 وخلاص. طب عايزة 2 من اللون ده. طب انا كده خلاص اشتريت من المحل ده ودفعت، هكمل بقى ماشي كده عشان اطلع على الشارع اللي بره، عشان انا كده يعتبر جبت كل حاجه. انا كده يعتبر جبت كل الانواع وكل المقاسات دي. بقى حاجات خشب، شعرهم كويس برضه. انت انزلي وشوفي الدنيا ماشيه معاك ازاي. اهو كده انا ايه، هطلع بقى على الشارع اللي بره، هطلع بقى من جنب الجامع بالظبط، تمام؟ انت تشوفي بنك مصر وخشي في الشارع اللي جنبيه على طول، ولا شمال ولا يمين. هي دي العلامه بتاعت بنك مصر. بنك مصر كبير خالص وباين. طيب انا كده اكون خلصت الجوله بتاعتي، هنرجع بقى البيت عشان نشوف انا اشتريت ايه. يلا باي باي دلوقتي. تمام، بعد ما رجعت البيت بالشنطة الحلوة اللي قدامي دي، اشتريت الحاجات اللي انا يعني مسكت على نفسي بالعافية، مسكت نفسي جامد قوي علشان يعني انا كنت هفلس ومش هلاقي اكل في اخر الشهر، تمام؟ فجبت الحاجات اللي انا محتاجاها واللي انا لقيتها في درب سعادة. بعد ما انتوا شفتوا الجولة دي وشفتوني وانا بشتري بعض الحاجات، ده بقى كان في الفيديو التاني. يعني انا نزلت الفيديو الاولاني اللي هو كان قبليه بيوم، شفت الحاجات انا ذهلت، تمام؟ انا مش هقول لكم ان هو ارخص مكان ومش عارفه، عشان الرخيص فيه ارخص منه والغني فيه اغنى منه والحوارات اللي احنا عارفينها دي. انا بتكلم ان هو المكان فيه حاجات كتيره جدا، ولما تنزلي هتعرفي انا قصدي ايه، تمام؟ واشتريت كل اللي انا نفسي فيه ولفيت. يعني الراحه النفسيه في الموضوع ده ان انت بتلفي وهتلاقي اللي انت عايزاه، تمام؟ فهبدا معاكم الفيديو وهتكلم معاكم بقى على التفاصيل وانا بوريكم الحاجه، علشان ما الفيديو ايه ما يطولش معايا. اول حاجه هتطلع معايا من الشنطه دي المنظمات دي. المنظمات دي انا كان قصدي ان انا اشتري منها اشكال مختلفه، انواع مختلفه، مصري وتركي، علشان اعرف الفرق بينهم، وكمان علشان ما ازهقش. يعني انا من النوع اللي انا ممكن امل، يعني انا اشتريت مثلا ده وعجبني قوي، بعد كده بعد شهر اقول يا ريتني كنت جبت التاني بقى، ما التاني كان احسن، فانا ريحت دماغي وجبت حبه من دول وحبه من دول وحبه من دول. اول حاجه دي ماركه بيجر، تمام؟ بياخد 1 لتر، مرسوم عليه عدس اهو، اعتقد ان هو ممكن ياخد، انا حاسه شكله صغير قوي بس هجربه وايه وهنشوف مع بعض. تمام، بيتفتح كده محكم الغلق، تمام؟ انا جبت اللون اللي هو الجري ده، تمام؟ جبت منه 2، الواحد من ده كان ب20 جنيه،
والماتيريال بتاعته حلوه، ومكتوب عليه الماركه اهي ماركه بيجر، ومكتوب عليه ان هو صحي والعلامه رقم 5 مكتوبه عليه، ودي اهم حاجه. دي اول حاجه انا طلعت معايا في الشغل. تعالى طلعت من المكتب ماشي. تاني حاجة انا اشتريتها المنظم بتاع المشابك ده كان ب10 جنيه، عجبني لونه قوي، حسيت ان هو حلو كمان غويط بجد، فهعلقه على سور البلكونة وهحط فيه المشابك. اكيد مش المشابك اللي انا هوريها لكم دلوقتي، عشان انا المشابك اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي انا اصلا مش هنشوف بيها، هوريها لكم دلوقتي جاية في الطريق ماشي. جبت الاستنت ده كان ب25 جنيه، في مني الاسود والابيض، انا جبت الابيض عشان يليق على مطبخي، بس يا ريت كنت جبت الاسود كمان، بس يلا مش مهم بقى ايه. انا قلت انا مسكت نفسي من الشراء علشان الميزانيه ما تبصش معايا، عشان احنا بنحب قوي نبوظ الميزانيه دي. هحط فيها مثلا فازه، احط فيها زيت وحاجات، دي بتتعلق على الباب بتاع المطبخ ماشي، او على اي ستاند انت مركباه في المطبخ، فلسه هنشوف مع بعض هنركبه ازاي. دي كانت 3 ب10، او انا ما اشتريتهاش، هي مامتي اللي اشتريتها، بس انا خدت منه واحد ايه تفاصه كده، خدت منها واحد. المشابك اللي انا بتكلم عليها، المشابك دي حاسه ان هي محكمه الغلق، هطلع لكم واحد. بصوا في حاجات زرقاء من هنا، حاجات زرقاء كده من هنا، فحسيت ان هي تمسك الاكياس دي، بقى جايبها الاكياس الفيجيتار، علشان مثلا لو كيس خدت منه شويه صغيرين اقوم قافل الباقي بايه بيه، فهيتقفل بجد تمام. غلق الاكياس كان فيه عدد قليل في الكيس، فانا قلت اجيب ده اكتر توفير تمام، ان شاء الله هينفع. ده كان ب17.5 جنيه، والماتيريال بتاعته حلو. هنخش بقى على النصيب الكبير في الفيديو ده، اللي انا ربعت بسببه اساسا. يعني انا كنت ممكن اصور الفيديو في المطبخ وابقى محترمه كده قاعده على الترابيزه وبتاع، بس انا حسيت ان القعده دي عايزه ان انا اربع لكم علشان نفهم بعض كده تمام. المنظمات دي بقى هي المصري، الواحد ب20 جنيه انا جبت كلهم اللون ده، اللون البين كده، عشان يليق معايا على المطبخ تمام. وكمان انا بحب اللون البين كده جدا، في منه الوان كتيره قوي. تمام، انا لفيت عليه، كان اول راجل دخلت له كان قال لي الواحد ب17.5 جنيه، نفسه بالظبط، بس كان هيديني 3 الوان مختلفين، وانا كنت عايزه اكون طقم كل الالوان زي بعضها. فعملت ايه، قلت له طب ما ينفعش اخد الثلاثه زي بعض، قال لي لا. قلت له طب خلاص ماشي تمام، وايه مشيت. طبعا المكان مليان منظمات، فقلبي جامد بقى انا هلف. المهم في الاخر خالص لقيت واحد بيبيع الالوان اللي انت عايزاها، بس قال لي الواحد ب20 جنيه فقلت خلاص مش هيفرق على 2.5 جنيه دول، فنقيت كلهم لونهم بينك كده، جبت 3، الواحد كان ب20 جنيه. خلاص بس هو كماتيريال حلو، انا في واحد مفتوح عندي عشان جربته طبعا، اهو ده المفتوح ده، بصوا محكم الغلق بجد يعني. بصوا بفتحه ايه اهو، ومن هنا كمان محكم الغلق ماشي، ومكتوب عليه اللترات اللي هياخدها، يعني ده مكتوب عليه 2.5 لتر، فده كده كويس جدا ماشي. ده بحط فيه عدس، مكرونه، دقيق، اي بقوليات عندك ماشي. انا دلوقتي اصلا هقول لكم انا ليه اشتريت المنظمات دي، مع ان المنظمات دي يعني هي مش طالعه حدث جديد، ده هي بقى لها اكتر من 3 سنين اصلا في السوق، الازاز والبلاستيك يعني هي اصلا موجوده كتير، بس ليه ايه اللي خلاني اشتريها دلوقتي مثلا، يعني بعد 3 سنين فقت فجاه كده وقلت انا لازم انضف مطبخي وانظمه، اكيد يعني اكيد عايزه انضفه، بس مش ده السبب الرئيسي. انا هقول لكم بقى السبب الرئيسي، هقوله لكم دلوقتي عشان ما انساش. ظهرت لي مشكله وعملت سيرش عليها وعرفت ان ده الحل الامثل لحل المشكله. ايه هي بقى المشكله اللي كانت عندي؟ اول حاجه ان حاجات جاريه بتدرق في المطبخ، يعني حتى لو انا نظفت وعملت كل حاجه، بعد اسبوع بقى من استعمال واستعجال في الطبيخ مش عارف ايه، الاقي ايه كل الحاجات اتدرقت كلها في الدرفه، فكاني ما نظمتش حاجه. دي اول نقطه. تاني نقطه معايا وهي اهم نقطه اعتقد، ان عند دخول فصل الصيف عندي البقوليات والبهارات عندي بيسوسوا، اعتقد ان من الحراره او الرطوبه، فعملت سيرش عليها وعرفت ان انا لازم اجيب علب محكمه الغلق تمام. انا عندي برطمانات، بس البرطمانات ما بتاخدش كميات كبيره زي 1.5 كيلو او كيلو، اخرها شويه صغيرين والباقي برده بيفضل في الكيس. فانا عملت سيرش وفي الاخر خالص رحت نزلت هو درب سعاده دي وجبت الحاجات دي علشان متوفره كتير تمام. عندي تالت مشكله،
مش هقول لكم ان هي ان توفير في المساحه، لان انتوا لو خدتوا بالكم ان هتلاقوا ان حجم العلبه بتبقى اكبر من حجم الكيس. بس انا عندي مشكله ولاحظتها ان الكيس كلها بتبقى فوق بعض، يعني انت بتلاقي المكرونه فوق الرز، يعني انت مش بتكتشفي الحاجات اللي عندك، في حاجات كمان بتتركن ورا وما بتشوفيهاش. المنظم ده برضو الحل الامثل، ان كل حاجه تتحط جنب بعضها وبتشوفي كل حاجه اللي عندك واللي مش عندك، اللي خلص واللي هتستخدميه، ايه الحاجات اللي انت ناسياها، ايه الحاجات اللي انت بتشتكريها بعد اصلا ما مده صلاحيتها بتنتهي. عشان كده برضو جبت المنظم ده. تمام. اخر سبب عندي ان شكل الدرفة بتبقى شكلها منظم وجميل ومريح، وتحس انت اول ما تفتحي الدرفة كده تحس ان انت بالك مرتاح ويفتح نفسك ان انت تعملي الاكل. تمام. دي المشاكل كلها اللي كانت عندي. ولو هي عندك برضو هاتي المنظمات دي، الواحد ب20 جنيه، مش غالي، ممكن تلاقيه كمان ارخص، عشان انا قلت لكم ان ده مش ارخص مكان، الارخص فيه ارخص منه، فانا ملفتش مصر كلها عشان اتاكد ان ده ارخص مكان، بس انا حسيت ان هو مكان حلو قوي، في حاجات كتيره قوي، ولو انت رحت والله هتحس ان انت هتفلسي نفسك، مش هتعرفي تمسكي نفسك من ايه وايه وايه. الاسعار كلها في متناول الجميع، والاسعار كلها حلوه جدا. تمام. ده الشكل التاني بعد البيجا اللي انا وريتها لكم، ده الشكل التالت. تمام. ده في منه حجمين، صحيح حجم صغير وحجم كبير وحجم متوسط، انا جبت الكبير. جبت بقى الحجم الجديد ده والشكل الجديد ده، ده برضو رقم 5 و20، ده 15 جنيه، عشان صغير ده برضو مصري، هتلاقوه كتير وفي الوان كتير، بس انا كان قصدي اجيب ابيض، انا كونت اطقم ابيض، ده الكبير وده الصغير، الصغير ب15 والكبير ب20. تمام. يعني اعتقد ان الاسعار المنظمات اللي انا شاريها كلها في رينج واحد، 20 جنيه و15 جنيه على حسب على حسب المقاس. ده زي بيجر اللي انا وريته لكم، وجبت الحاجات دي علشان اعلقها على ازاز، علشان اعلق فيها السلاسل والحاجات، فدي بتضغط على الازاز، حسيت ان هي فكرتها حلوه قوي، ازاز التسريحه، فقلت اجربها. دي اول ما بتطلع من درب سعاده وانت داخله على العتبه على ايدك الشمال، بتلاقي الراجل معلقهم كده في الشارع. جبت واحد ب10 جنيه، حسيت ان هي سعرها كويس. بعد كده جبت المنظم ده بتاع المكرونه الاسباجيتي، وبالصدفه ده مش هيخش المكرونه الاسباجيتي فيها، هتخش وهي معوجه مايله كده او متكسره، لكن دي هتاخد طول المكرونه الاسباجيتي. ماشي. في مكان الخروم فيه اكيد مش هتطلع المكرونه الاسباجيتي من هنا، ها عشان ايه؟ عشان ساعات من الزاكة بتطلع من هنا. تمام. بس انا اصلا ولا اطلعها من هنا ولا من هنا، انا اطلعها من هنا على طول، انا ما عنديش وقت. ماشي. الماتيريال بتاعتها برضو حلوه، ومش مكتوب عليها رقم، بس هي يعني شكلها كويس. ماشي. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، وتابعوني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.